شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية التخصصية التي نفذتها عناصر القوات الخاصة من وحدات الصاعقة، والتي تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى التدريب والاستعداد القتالي وبناء الفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام تحت أصعب الظروف. وتفقد الفريق أول السيسي معرضا للأسلحة والمعدات التي زودت بها الوحدات الخاصة لدعم قدراتها القتالية والفنية، وقام بالمرور على القوات المشاركة واطمأن على القدرات البدنية والمهارية العالية التي تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام باحترافية وإتقان. واستعرضت مجموعات أخرى مهاراتهم في التغلب على الموانئ الطبيعية والصناعية وتنفيذ تمرينات الكفاءة البدنية بمعدلات قياسية تعكس مستوى الإعداد البدني المتميز للفرد المقاتل داخل وحدات الصاعقة. كما نفذت عناصر القوات الخاصة عددا من الرمايات غير النمطية باستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة. أشاد الفريق أول السيسي خلال لقائه بقادة وضباط صف القوات الخاصة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العناصر المشاركة، والتي تؤكد أن القوات تسير في مسارها الصحيح للحفاظ على أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية. القوات الخاصة بالذات في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، ولو أنتم متابعين الموقف في سيناء وتشوفوا قد إيه التحدي اللي موجود، مش كل يوم ده، كل ساعة وكل دقيقة، وقد ايه الموقف ده محتاج مننا ان احنا نكون جاهزين ومستعدين دائما، مش بس في منطقة سيناء، لا، في كل حتة في مصر نكون احنا جاهزين ان احنا نتصدى لأي حد، اي حد يحاول يهدد مصر او المصريين. ده مش هيجي غير استمرار التدريب، ومش بس استمراره، الجدية الشديدة، ومش بس الجدية الشديدة، لا، اليقظة الشديدة والتضحية كمان لو الأمر تطلب كده. لو الأمر تطلب تضحية، احنا الأول، احنا الجيش الأول قبل أي مصري. حضر الأنشطة التدريبية الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.